انت لما رحت اشتكيتي لكريمه مختار بمناسبه يعني انت حكيت لجوزك على صاحبتك وكانت بدايه جوازكم، وهي بقى كانت هي الناصح الامينه الله يرحمها، كانت الله شخصيه يرحمه. رائعه، كنت بتشتكي لها من ايه؟ يعني ايه اللي اصطدمت بيه في اول علاقه بصراحه؟ هو خلاص هيسامحك، هيسامحك، قولي هو براحتك. هيسامحك وهتتكلمينا عن خلاص بقى اختيارك كمان لكريمه 38 سنه مختار. خلاص. لا لا، الاستاذه كريمه الله يرحمها، الله يرحمها، اولا ما كانتش بتحب حد يقول لها يا ماما، انا اللي كنت بقول لها يا ماما كريمه صراحه. اوكي. وكانت العلاقه مش ممثل ومماثل واستاذه، لا كانت علاقه فعلا كنت بحس ان هي امي، وهي كانت بتديني الاحساس ده. ومش مره ولا اتنين ولا تلاته، وكنا بنتكلم بقى حتى بعديها برضو بكام سنه لما اتقابلنا قلت لها حصل كذا كذا كذا، كانت دايما تقول لي يعني خدي الامور ببساطه، اعملي نفسك مش واخده بالك كويس، حاوطي على بيتك، حاوطي على جوزك، ما تخليش التمثيل نمره واحد في حياتك. ما يعني مش ايه ما يعني ايه ما سيبش بقى بيتي واسيب ما اعرفش ايه، قالت لي التمثيل موجود موجود، هتعملي دلوقتي هتعملي لما تكبري موجود موجود، بس لازم تعملي اسره. ده كلام يعني مدام كريمه مختار. اولى اولوياتك الاسره، الأسرة. والاستقرار الاسري بالظبط كده. طيب هو بيعمل كذا ومش، قالت مش واخده بالك، مش واخده بالك، دي نصيحه حكيمه جدا. بس انت كنت بتقولي لها هو بيعمل كذا وكذا، ايه الشكوى؟ واضح ان فيها تفاصيل. خلاص 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 الراجل. لا 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 لا، جوزي كويس جدا جدا، 38 سنه عمره ما كلم واحده. استحملت 38 سنه ازاي؟ عمره ولا قال لك جيران زي ما لا 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 لا، جوزي 38 سنه عمره ما كلم واحده، لا زميله طبعا بتاع بس لكن يعرف حد؟ لا 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 لا، ده كلامه ليكي بس. 38 سنه دي سنين طويله قوي. ما اعرفش من 84 يبقى كام سنه، ما اعرفش طبعا. انت وفنانه كريمه مختار موجودين مع بعض. والله يا حبيبتي ايوه ايوه. ده كنا بنعمل اصل اشتغلت معاها كتير جدا جدا. فهو ده السبب اللي عمل العلاقه دي. جوزك وسيم جدا؟ لا ده بجد بقى. يبقى عشان كده؟ لا جوزي وسيم جدا، طيب محافظ على نفسه جدا. الراجل وسيم وطول عمره يحب اللبس قوي وما يلبسش اي حاجه طول عمره. ولازم يكون معرفش حاجات كده. ده برج ايه؟ ميزان. الميزان لازم يبقى فيه في حياته اتنين ايا ما كانوا الاتنين. انت كده لا انا ما لا انا انا اتنين بس. لا لا انا ازعل يا روحي، انا ازعل. انت بعشرة لعلمك لو في حياته واحده بس غيري اتجنن. كويس ان عمره ما كان في حياته واحده غيري كتير. اوكي ما تخافيش منه، اطمني لو في حياته كتير ما تقلقيش، لكن لو واحده بس اقلقي. طبعا اقلقي واحده. وانت بتبقي عارفه مش هما اللي بيجروا عليه. طب وانت مش واخده بالها، عامله مش واخده بالها، مش هما اللي بيجروا عليه. طب ماشي، وانت ايه اللي ضمنك؟ بس هو لا حرام، هو بقى له سنتين حرام قاعد يا حرام في البيت ما بيخرجش قبل السنتين دول. كانت هي بتعاني بقى.